بسم الله ربنا اهدنا واجعلنا من خير من اهتدى آمين يا ربنا يا رب الأرض والسماء. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. احنا عنا زينب رضي الله عنها تحدث الكلب معناه اللي كان معناه يتشفى في أهل البيت عليهم رضوان، قالت له اسعى سعيك وكد كيدك، ما إلك إلا وأنت وجماعتك ماشيين لجهنم وبئس المصير، لأنكم لم ترعوا من حق أهل البيت عليهم رضوان الله كما أوجب الله ذلك، وما كما وصى نبينا عليه الصلاة والسلام بحسن العشرة وحسن تقدير أهل البيت إلى قيام الساعة. عاد رب يقول وسعى سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم أي سعي بني أمية عموما سعي غير مشكور، سعي أهلهم مدحورين، أهلهم من الخاسرين، واتفق الكرب في هذه المؤامرة على الإسلام الحقيقي، وخاصة أهل البيت في الصدارة عليهم رضوان الله، اتفقوا على تقتيل كل من يشم عليه رائحة الإيمان الحقيقي. ورينا ومازلنا نراو فتن كما نبهنا نبينا عليه الصلاة والسلام، نشتراو أشياء غريبة، أشياء كما تقول أنت فتانة، وهي من نوع ذا لتاريخ اللا مشكور بالنسبة لأمية وبالنسبة للعباسيين وبالنسبة لكل الظالمين عبر تاريخ أمة الإسلام المخذولة لكن منصورة من لدن الله، ومع قليل أما قريب بشرا نصرا مبينا، سواء كان موجود صحة الحديث اللي يذكر بروز المهدي المنتظر رضي الله عنه إن صح الحديث، وإن لم يكن هذا المهدي حقيقة، على كل حال وعدنا ربي بالنصر المبين حين نستقي، وإن عدتم عدنا، وكان حقا علي نصر المؤمنين. وسنرى في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى سواء كان قريبة أو بعيدة كيف سنقهر عدونا اللدود بني إسرائيل ومن لف لف هؤلاء المجانين هؤلاء الأعداء الغير مكرمين كما وعدنا الله. وإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا كل ما بنيتوه واشتروا للعالم كله، اللي انتم أزهى أمة وأقوى أمة وأعلم أمة وأمة لها دين خالد ودولتهم خالدة، يعني ما أمة حقيقة عمر ما كان في تاريخهم دولة امتدت زمانا طويلا، وكذلك مش يكون الأمر، ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة بفضل القوي العزيز المتين، والسلام على المؤمنين أجمعين.